النبرة والمستان الفسفوري الأخضر والأشرق رائع. نشوف شو نسميه، كلاسيكو الربيعية وصاروخ كلاسيكو اليوم على هذا الملعب رايح لشهد مباراة جميلة اثنين بسمعة الفريقين، ورايح نشوف من اللي رايح يتأهل معانا للدور الثاني. حاول عد بنيار كرة خلفية وسط الملعب، حسين لاعب الخبرة بفريق البستان، بدأت التمريرات وسط الملعب، خيبهات الصفار، الصفار حاول يعدي، حسن حماد يطلب الكرة تروح من منتصف الملعب إلى حسين العقيلي، ينقل الكرة هناك على الجهة اليسرى من الملعب وتمريرات، وهنا هم صافرة حكم المباراة وبداية الشوط الأول. دارين والدمام ومن اللي رايح يتأهل معانا لدور الثمانية. متعة كرة القدم هذه الليلة. الكشوفات وهذا من شوكان، شوكان الى خارج الملعب، رميات سبعة تلعب، رميات سبعة عطل على كوكب ابن الشيخ، ابن الشيخ اللعب بشكل حلو، محمد حسن حماد خارج الملعب ورميات سبعة لصالح الازرق، هناك شنو هنا الاخضر، هناك رميات سبعة دارين اقرب الى احضان عارف المرمى، ضربة مرمى هنا، لا ضربة مرمى، وهنا رمية التماس لصيف، واللي رايح ينفذ رمية التماس، اعطونا كشف الدمام ودارين ضربة مرمى لصالح فريق دارين، تلعب كرة طويلة تعدي منتصف الملعب تتخلص في الراس، سيطر عليها يا سلام، يعني رايح يبني الهجمة من الخلف إلى الأمام، رايح يشوف فريق الدمام كرة مقطوعة ومرة أخرى سيطر عليها إنشان وكرة طافرة، طبعا يفيد هذا اللقاء الكابتن عمران داوود أو المختور عمران داوود. وهنا الكابتن أبو محمد الهزيمي حكام متميزين، والاربع الفرق هم متميزين وصولهم لدور ال 16، وهنا هجمه سريعه لكن تتخلص الى خارج الملعب، رميه التماس لصالح النبرات، هنا خطا لصالح فريق داري، رايح نشوف اللعب عاليه تتخلص من المدافع مره الى رميه التماس، لأن براس محاولات كرة مقطوعة، شوكان على ما أعتقد هذا شوكان، هم يعذرون للعيبة النظر شوي، ها النبراس على الجهة اليمنى داري كرة ما توصل يا سلام، تمريرات بين لعيبة فريق الدمام، وهم هناك تمريرات بين لعيبة فريق المبراس، أربع الفرق ومن اللي رايح يسجل أول الأهداف في دور 16 في هذا اللقاء، تسديدة لكن وين؟ بعيدة عن المرمى، وبأربعة مرمى عوجان، عوجان حارس المرمى لفريق المستان، بنيان تلعب كرة عالية بالراس تتخلص كرة كعبية يا سلام إلى أحمد، مفتوحة مرة أخرى إلى أحمد،
عبود تلعب بشكل حلو، لعب سريع، نقل الكرة على الجهة اليسرى ابن الملعب بالنسبة للفريق الشباب، لكن ما توصل اقرب لكابتن الفريق. وسلامات في لاعب رفع على ارضية الملعب الفريق الجارين، يقوم بالسلامة، يقوم بالسلامة، يكمل هذا اللقاء مع الزملاء. رمية التماس فريق البستان، حسين حسين كرة خلفية، كرة الجاير يلعبها تنشال ما توصل هنا الصفار، الصفار وتسديده الله سجلها الصفار، لكن وين بعيده الى خارج الملعب، ضربه مرمى، ضربه مرمى، وهنا خطا لصالح فريق داري، كره عاليه وطويله للراس، جول جول جول، ضربه الزاويه، ضربه الزاويه، ضربه الزاويه، يعني انا حكم المباراه كره أول أهداف النبراس، أول أهداف النبراس في الشوط الأول. الصفر يتقدم النبراس على فريق البستان بهدف مقابل لا شيء، هنا هدف وهنا ما زالت نتيجة المباراة بالتعادل بدون أهداف. حسن حماد يحصل على خطأ، يحصل على خطأ، والدار شفوي على ما أعتقد لمحمد شوكان، دار شفوي لمحمد يا قوي محمد، لو كانوا على السماعات المفاضل كرة عالية فرش هنا خلصها، لكن وين أقرب للمدافع هناك يخلصها إلى خارج الملعب، ضربة ركنية، ضربة ركنية فريق النمام، ضربة ركنية فريق البستان، وحلية للمباريات، هجمة هنا وهجمة هنا، البستان الساعي لإحراز هدف التعديل، وهناك فريق النمام الساعي لإحراز أول الأهداف في هذا اللقاء، الزاوية عطلة واحدة رأسية لكن تعدي إلى خارج البلد، ضربة مرمى الدمام وضغط على مرمى فريق دارين لإحراز أول الأهداف في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بدورة الشمال الخيرية، حسن حماد رمية الدمام سلام أصوب يخلصها هنا أحمد ما يسيطر عليها، تيشان تعود مرة أخرى في الملعب، عرادي يلعبها لكن هنا عنوان إلى خارج الملعب، رمية التماس هنا كرة طويلة سيطر عليها بشكل حلو، هنا رمية التماس شوكان عرادي سيطر على كورته، تلعب كرة طويلة ما توصل اقرب للمدافع، تنشال بشكل حلو، كرة في منتصف الملعب الى الصفار، الصفار الى احمد الى حسين، هنا ضربة مرمى لصالح فريق دارين، حسين عم يكون عالي، جول 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 جول، الحارس كان متقدم خطوتين ولعبها بشكل حلو لكن عدت الى خارج الملعب، تلعب مرة تنشال يا سلام عدت بشكل حلو ضمية ما يفصل عليها كابتن الفريق تنشال الصفار ولا شيء الا خارج الملعب، رمية التماس، رمية التماس، هناك في لاعب وقع على ارضية الملعب وبالسلامة، بالسلامة
نلاعب فريق داروين. شو كان صفار فوتوا عليها تجار عراضي عراضي مع الكرة حاول يعدي مع صفار يلعبوا كرة طويلة هل فيها نفسه من الملعب هاي بشريعة تجار هنا كرة حاولة في المنتصف الملعب تتخلص طويلة عصر من المدافع اللعب بشكل حلو نبي نشوف اهداف يا ابو حسن العك انقروا يا ابو حسن ما نبي
العكس الكروي ابو حسن ما نبي الاهداف نبي المتعه، يحاول يعدي من بين اثنين لكن مدافعين دارين يقولون السد العالي هنا دار سيطر على كورتر هنا عوجان هنا الدمام السائل لاحراز اول الاهداف وهنا دارين السائل لاحراز اول الاهداف. هل نروح للوقت الاضافي؟ ما في اضافي من الاختيار الاضافي المقول على طول ضربات جزاء ضربات الحد يعني اتعب على روحك اتعب على روحك كل هذا ارجع رامي الثمان رامي الثمان كرة عالية بالراس تخلص إلى خارج الملعب رامي الثمان أهلا وسهلا من حماد سلم كرة عرضية تتخلص من المدافع احمد هنا خارج الملعب رمي الثمان لصالح فريق الدفاع هنا ضربة زاوية فريق البستان متأخر بهدفين مقابل لا شيء للنبراس تلعب كرة عالية وحارس المرمى خلص يدي خلص الكرة هذه إلى جواد حسن حماد يخلص المدافع وهنا ضربة مرمى لصالح فريق داري عدت الكرة هذه بسلام سلام الطيف الى عبد الله هنا يا سلام داخل في لمسه يد وفي خطه تتخلص الكره هذه الى خارج الملعب ضربه زاويه ضربه زاويه والى خطا لصالح فريق التمام تلعب كل عليه مرة بالشام حال عبودي خلصها عرادي سجاد براس من جواد هنا خارج هنا لا مفر فريق داري خارج الملعب
سلام يا ترى. إلا عبد الله. عبد الله قلب الدفاع سيطر على كورته في الخلف إلى عارض المرمى. بعد بداية قوية فريق الدمام في الشوط الثاني هو اللي ضاغط على مرمى فريق الدارين بس بدون أي خطورة. بدون أي خطورة فريق الدمام الساعي الاهلاز اول الاهداف الكرة عالية على المرمى يطلع على كرته هنا هجمة سريعة تتخلص عيد يخلصها فراس في شاب من الزاير هنا كرة طويلة هنا خارج الملعب رمي التماس وصولا فريق داري هدف واحد يصحيك لدور الثمانية حذر مطلوب بس هم متعة كرة القدم كرة عالية مرة تتخلص كرة عالية ارجع كرة طويلة تعود هنا فريق الدمام وفي خطأ لصالح فريق الدمام عبد الله على ما اعتقد هو اللي رايح ينفذ الكرة هذه يعني الدمام مع بداية الشوط الثاني هو اللي ضاغط يا عمر لازم تروح خطا من منتصف الملعب حراس ومع الزاير سيطر عليها الزاير تنشال الى الوسيط يلعبها ما توصل تتخلص الى خارج الملعب ضربات مرمى وهنا في لاعب وقع على ارضيه الملعب بالسلامه بالسلامه للاعب الواقع على ارضيه الملعب بالفريق دارين نتمنى يكون بالسلامه ويكمل هذا اللقاء مع زملاء الزاير كره طويله الى الصفار الى حسين الى جواد الى حسين حاول عدي وانت جميل ما وصلت الكرة هذه تتخلص من الياس كرة خلفية الى الزاير الى سفوان مع الكرة الى حسين لعبها بشكل حلو لكن كرة طويلة الى خارج الملعب ضربة مرمى